السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع متتبعي قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم داك كريب وشوكولا. هاد الكريب اللي كيجيو زوينين ورائعين والوليدات كيعجبوهم بزاف بزاف. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسونيش ملي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كنقول لهم مرحبا بكم معايا في لاشين، واشتركوا معايا بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اما الان نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هذا الكريب غنحتاجوا لثلاثه ديال البيضات، ثلاثه ديال المعالق ديال السكر الخشن او سميده، جوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه، جوج اكياس الفاني، قرصه الملحه، 4 كيلو ديال الطحين ما يعادل واحد زلافة معمرة، ونص لتر ديال الحليب يعني 500 مليلتر ديال الحليب. نبداو بسم الله. غادي ناخذ البيض، قلنا ثلاثة ديال البيضات، نوضعهم في الخلاط الكهربائي، نضيف عليهم داك القبيصات ديال الملحة، الفاني جوج اكياس الفاني، جوج معالق ديال الزبدة مذوبة، سنيدة هنا عندنا ثلاثة ديال المعالق كبار، الحليب، الدقيق، وغادي نضرب كل شيء في خطرة. صافي غنضربهم بالخلاط الكهربائي، نضرب هاد العناصر كاملة مع بعضها ونرجع عندكم. هذا هو الخليط ديالي بعد ما طحنتو، كيجي هذا هو القوام ديالو كما شفتو، يعني كيجي خفيف على الخليط ديال البغرير. غادي نخليها تحي واحد شويه وندوز نطيبو الخليط ديالي. ها هو من بعد ما ارتاح، عاده كنطيبو هاد الكريب كنطيبوهم في المقله ديال الطيفال اللي كنطيبو فيها البغرير. انا هنا غنستعمل هاد الكريبيغ هادي حيت بغيت هاد القياس هذا، وفي نفس الوقت هنا 4 ديال البلايص كيسهلوا عليا العمليه ديال الطياب. نبدا بسم الله، نخلط هذا الخليط هكذا. غادي نوضع الخليط ديالي هنا، نحاول نقادو. يجوني على شكل دائري، انا كيعجبوني يجيو هكذا صغيورين، حتى البغرير كيعجبني نصوبو صغير ولي زوين. في هاد الاله انها كتسربي، نعمل ربعه في خطره، دغيا دغيا في السرعه كنسالي. صافي نخليهم يتحمرو وعاد نقلبهم على الجهه الاخرى. هو كيتنفخ كما كتشوفوا. صافي نقلبوا على الجهه الثانيه هكذا. كما كتشوفوا كان يتحمر على الجهه الاولى، كنقلبوا على الجهه الثانيه ونخليه يتحمر. ياخدش بزاف ديال الوقت في الطياب، دغيا دغيا هانتوما كي كتشوفو. صافي هادي ها هي واجدة، غادي نحطها في الطبسيل ونعمل وحدة اخرى في عوضها. حتى نكمل هاد الخليط اللي عندي كامل، هي صافي هذه هي واجده. انا غنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل هذا
الخليط اللي عندي كامل، وكنوضعهم في الطبصيل وحده على وحده هكذا كيما كتشوفوا، باش ما كينشفوليش من الجناب، وحده على وحده. يمكنكم كاع تغطيوهم بشي منيدل كي باش ما ينشفولهمش الجناب ديالهم. صافي نكمل ونرجع عندكم. ديالي ها هما وجدوا، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا محمرين، وحتى الجناب ما كيجيوش ناشفين، يمكننا نشكلوهم كما بغينا. دابا غادي ندوز نحضر معكم صوص الشوكولا اللي غادي ندهنوا بها هذا الخيط. باش نحضروا لاصوص الشوكولا او الكريم الشوكولا، غادي نحتاجوا 3 د المعالق ديال السكر سنيده، 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره مملوءه ديال النشا، وكاسه ديال الحليب ما يعادل واحد 400 مليلتر ديال الحليب. غادي ناخذ كاسرونه غنوضع فيها الحليب، غنضيف عليها السنيده، قلنا 3 ديال المعالق ديال السكر، 3 المعالق ديال الكاكاو المر، نضيف معلقه كبيره من اللؤه ديال النشا، غنخلط هادشي مزيان حتى يذوب لي داك الكاكاو والنشا. ضروري ما نخلطو وندوبو هاد النشا في حليب بارد، حيتاش الا درناه مباشره على الحليب سخون غادي يتكور لنا ويعطينا خبيبات. صافي دابا غنوضع الخليط ديالي على نار مهيله، وضعت الخليط ديالي على نار مهيله وعنبقى نتابع التحريك باش ما يتكوروليش داك الحبيبات ديال النشا. صوص الشوكولا ديالي ها هي وجدات، غادي ندفع ليها النار ونخليها تبرد. ها هي لاصوص الشوكولا ديالنا كي كتجي، ها هو القوام ديالها، كتجي هائله. هاد صوص الشوكولا يمكننا نستعملوها في لي كاطو لي طارت، في الحلويات فين ما كان، كتجي زوينه بزاف. ويعني نتوما شفتوا الطريقه اللي هي سهله. دابا غادي ندوز ندهن بها هاد لي كريب ديالي. بغيت غير نقول لكم على ود هاد لي كريب، يمكننا نقدموهم هكذا، يعني هي نعملوهم بالشكل اللي بغينا، اما مثلث هكذا واما على هاد الشكل، ونرافقوهم اما بالمربى ولا بالعسل ولا بصوص الشوكولا. دابا غادي ندوز ندهن الكريب ديالي على هذا الشكل هذا. انا هنا نعملهم هي على جوج، يمكن لكم تعملوهم على هذا الشكل هذا، انا حيت عملتهم صغيورين غنعملهم فقط على هذا الشكل هكذا. يمكن لكم تجمعوهم حتى على هذا الشكل، كل واحد وكيفاش كيفضل يجمعهم. غادي نكمل لك خيط ديالي كامل. هذا هو الشكل ديال لك خيط ديالنا، قدمتهم انا على هذا الشكل هذا، دهنتهم من الداخل بلاصوص الشوكولا اللي حضرت معكم، وزينتهم من الفوق بهاد الشرائح ديال الشوكولا. نتوما يمكن لكم تزينوهم كما بغيتو وتقدموهم مع الشكل اللي بغيتو، اما بالمربى او الشوكولا عسير اللي بغيتو نتوما، على حسب شنو كتبغي عائلتكم وليداتكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وتجربوا هاد لي كريب وتقدموهم لوليداتكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ديال هاد النهار ما تنساونيش ملي لايك،
وتابونوا معايا في لاشين بالضغط على زر الاشتراك، صابوني او سبسكرايب اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.